لاند روفر موتر اسطوري جانا من قلب الامبراطوريه البريطانيه. موتر فور ويل لكنه وصل درجه انه ينافس اكثر مواتر امن وسلامه في العالم. هالموتر مصنوع من ناس يفتخرون بالعزه والفخر في صناعتهم. انتم تفكرون اني اعيد حلقه الرنج من البدايه، لكن انا تعمدت اعيد نفس المقدمه، لان اللي كنت اتكلم عنه هو الفرع، وانا في هالحلقه بتكلم لكم عن الاصل. في هالحلقه الخاصه عن لاند روفر بنتكلم عن الجديد وعن القديم واللي يهمكم اكثر شيء علومه في قطر، فتابعونا. مشاهدينا شفنا الموتر شو يسوي في الطين، يمشي ما يوقفه شيء، لكن بعض الاماكن ما تعترف بموتر ولا بغيره. انا اتوقع لو الموتر هذا ترفع وتجهز بتواير خاصه لهالامور ما بيوقف. مشاهدينا شفنا استخدامات اللاند روفر، شفناه في الشارع وشفناه في الرملة والاصبخة. بعطيكم معلومة جديدة، هالمعلومة ان اغلبية شباب قطر اللي دخلوا الرالي ابتدوا بلاند روفر. معاي ولد قطر جمال فخرو، الموتر اللي دخل فيه اول مرة بالرالي لاند روفر، وللحين على اللاند روفر. ابراهيم كيف الحال؟ مساك الله بالخير، هلا. طيب. الله يحفظك، مرحبا. قبل لا اسالك عن موترك هذا، ايش علاقتك باللاند روفر من قبل الرالي؟ والله علاقة قديمة وتاريخية، ابتديت مع اللاند روفر يمكن في سنة ال 82، يعني تقريبا من 30 سنة. أول ما انولدت يعني؟ أول ما انولدت طال عمرك. زين. وكان ذيك الأيام يسمونه أبو فتيلة. اللاند روفر كان الموتر الوحيد إذا وديت الأصبخ الخشنة، مثلا عندنا الأصبخ السوداء في العديد وأصبخ خشنة، يعني ما الموتر العادية ما تمشي فيها. الوحيد اللي يمشي كان بوفتيلة بالاصبخ الخشنه، ولذلك انا حبيت يعني من ذيك الايام تعلقت في اللاند روفر. طبعا هالقطر تربطهم علاقه قديمه مع اللاند روفر، والمواطن القديمه هي لان اللاند روفر ابتدى من سنه 48. علاقه هالقطر في اللاند روفر على ايام البترول وعلى ايام الحج وعلى ايام نقول الايام القديمه قبل ما يطلع النيسان والكروزر وحتى السيارات الامريكيه لو تكلمنا عنها. فلذلك ان في علاقه بيننا احنا في الخليج وبين اللاند روفر، وخاصه ابهاتنا وجدودنا. والحلو في اللاند روفر انه ما تغير شكله، يمكن تغير شكله 10% من اول ما طلع. اقدم موديل. اي نعم، فاختلاف بسيط جدا في اللاند روفر، خاصه الديفندر شكله محبوب من الناس كلها. واعتقد هذا يعني الرأي معنا بالنسبه للاند روفر. سبب يعني تسميته بالبوفتيله؟ سمعت اللي قلت لي انا عندي. نعم نعم. سموا اللاند روفر بوفتيله، ذيك الايام كانت له فتيله تسخن الايل، هذه كانت معموله للبلاد البارده. فسياره في البلاد البارده جدا ما تشتغل. فكانوا يلجؤون الى تسخين الايل. فسموه بوفتيله عشان له كانت فتيله تسخن فيه الايل. وهذه كان تسميته ابو فتيل. ذكرت ان هالقطار والخليج علاقتهم وايد قويه باللاند روفر، مع انه في مواتر كانت موجوده ذاك الوقت، بس يعني ليش حبوه؟ يعني شو اللي فيه؟ شو اللي يقدر عليه اللاند روفر وحبب فيه
اللاند روفر كانت ميزته ان موتر ما يوقف، يعني اخترب خرباته كان يمشيك وصلك للمكان اللي انت تبيه. ايش كانت خرابات؟ بغض النظر يعني ممكن يكون اي خراب مثلا في الاكسل ولا في الدف الدفريشن ولا ولا، فكانت خراباته جدا قليله في ذيك الفتره. طبعا احنا ما نقدر نقارن مع الفتره الجديده، بس ذيك الفتره كانت خراباته جدا قليله وكان يوصلك للمكان اللي تبيه. هل قطر كانوا يستخدمونه قديما؟ لان من المواتر اول شيء مثل ما قلنا انه كانت من اوائل المواتر اللي هي الدفع الرباعي، والشيء الاهم انه كانت السياره نادر ما تخرب، نادر جدا ما تخرب. ثالثا ان السياره مصنوعه البدي مالها من الالمنيوم، فكان بحكم ان احنا بلادنا قريبه من الخليج والبحر، السياره كانت تصدي، لان روفر ما كان يصدي، دخله بحر دخله بر، تبي وين ما تبي ما يصدي. ولذلك تعلق هالقطر فيه كان من زمان، يعني لاسمه الطيب ولسمعته الطيبه انه موتر ما يخرب، وكان قيمته طبعا متناول الجميع، كانت قيمته رخيصه جدا ذيك الايام، ولذلك اخذ شهره عالميه بالنسبه لنا في الدوحه. ابراهيم، بديت انت والاغلبيه من ربعنا هل الرالي بلاند روفر، ليش اخترتوا هالموتر؟ والله اخترنا هالموتر لانه كانت قله خرابات وكان سهل صيانته جدا، يعني ما في اي صعوبه انك لو قلنا انت بتبدل جير بتبدل اي حاجه في السياره. اللاند روفر صانعينه بطريقه انه يكون سهل جدا ان اي انسان او قدره ميكانيكيه بسيطه ممكن يشتغل عليه، فلذلك كانت بساطه هي اللي وصلتني له. اما استمراريتي مع اللاند روفر، يعني معظم الشباب غيروا على السيارات طبعا الجديده، بس استمراريتي مع اللاند روفر لان بصراحه اللاند روفر سهل جدا الواحد يتعلق فيه كموتر، يعني نقول حاجه يصير رابط بينك وبين السياره. مع انا مثلا في سيارات افضل منها حاليا في الوقت الحالي واسرع منها، لكن اذا الموتر ما في شيء يظل منافس قوي جدا، يعني للسيارات حتى الجديدة اللي هي نقول الستة لتر والسبعة لتر الجديدة، طبعا مأهولة، سيارات مأهولة، لكن لاند روفر ما زال يكافح ويجيب مراكز طيبة، ولذلك أنا احتفظت في اللاند روفر ولليوم مش راح أغير اللاند روفر إن شاء الله. كيف كان هاللاند روفر معاك في جولة قطر، البطولة الدولية اللي صارت جولة قطر الرالي الصحراوي، شفناك هناك وغطينا بعد؟ والله في اليوم الأول أبدعنا لله الحمد، يعني في نسميها البرولوج ستيج اللي هي المرحلة الابتدائية، أبدعنا فيه الحمد لله. يعني كان من تقريبا لو قارنا التوقيتات كان الخامس أو السادس من سيارات عالمية، بس ما حالفنا الحظ، صار عندنا بعض الخرابات اللي هي للأسف ما كان في يدنا، ضرب علينا الجير ونزلنا من مركزنا لين مراكز متأخرة شوي، وبعدين اليوم الثاني ردينا ونفس الموضوع، بس لأن الرالي طويل جدا، فإن شاء الله على السنة الجاية إذا الله بيكون لنا موقف ثاني إن شاء الله. أكيد دولة قطر أكيد مهتمة بتنظيم الفعاليات العالمية ومنها الراليات الصحراوية. أكيد السواقين يتطورون وعالم المواتر يتطور، تطلع مواتر جديدة وتقنيات جديدة، لكن هل إبراهيم بيتطور ولا بيتم مع موتره؟ لا إن شاء الله بنتطور مع الأشياء الجديدة، بس بتم على اللاند روفر، يعني في تطويرات سيارة حق اللاند روفر في بريطانيا، فممكن اشتري الاغراض من بريطانيا واحطها على اللاند روفر. نفس الشيء يعني يحسن اي طبعا عندك مثلا الجير ممكن نركب عليه سيكوينشل اللي هو التتابعي، يسمونه سيكوينشل 1 2 3 4، هذا طبعا يخفض لك الوقت، وفي مكاين افضل في بريطانيا حاليا، في مكاين افضل، وان شاء الله يعني انا كان مع اللاند روفر، وان شاء الله في يوم من الايام بيرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. احنا مثل ما نغطي البطولات اللي تختص بالمواتر بنغطيك ان شاء الله. ماخذ مركز يا ابراهيم مع موترك اللاند روفر. حمد الله والديك. شكرا والديك.